عفوها زادت في نشره فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيهم تقبلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح الشاطبية. رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، حياكم الله. حياكم الله، مرحبا بكم. ابتدأنا مشاهدي الكرام في الحلقة الماضية في باب الهمزتين من كلمتين، وتحدثنا عن حالة كونهما متشابهتين في الحركة، المفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين. واليوم بإذن الله نتابع حديثنا عن الهمزتين من كلمتين ولكن المختلفتين في الحركة. نقرأ الأبيات على حضراتكم كما هو معتاد، كما تظهر أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيئ إلى مع جاء أمة ننزلا نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدا مفصلا. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على بيان مقصود القصيد وعلى بيان وحل هذه الألفاظ كما أرادها لها ناظمها رحمه الله تعالى، وكما هو حال القراءات. فالقراءات لا تدرى ولا تفهم ولا تعلم إلا إذا عرفنا المقصود من هذه الأبيات يقينا وتحقيقا، وهذا ما نسعى إليه بمشيئة الله تعالى من خلال بيان المعاني المتضمنة لها هذه الأبيات، والتي هي معاني عظيمة ثرة كبيرة جدا ضمنها فيها الشاطبي رحمه الله تعالى. وفي هذه الأبيات التي تفضلت بقراءتها أخي أحمد جزاك الله خيرا، القسم الثاني من أقسام الهمزتين من كلمتين، ألا وهو المختلفتان في الحركة. ولو أردنا أن نقول أن الحركات ثلاثة والهمزتان اثنتان، وقلنا ثلاثة في اثنين ستة، فالناحية القياسية تكون ست حالات، لكن الذي ورد في القرآن الكريم منها خمس حالات وليس ست. ورد في القرآن الكريم أن الأولى مفتوحة والثانية إما مضمومة أو مكسورة. الأولى مفتوحة، الثانية مضمومة أو مكسورة، هذه حالتين. الأولى الثانية مفتوحة والأولى مكسورة أو مضمومة، هذه الحالتين، هذا صار أربعة. والحالة الخامسة نسيج وحدها كما يقولون، الأولى مضمومة والثانية مكسورة. ولم يرد في القرآن الكريم الأولى مكسورة والثانية مضمومة. كان يقول شيخنا رحمه الله وعفى عنه الشيخ المرصخ، يقول أنه ورد معناها في القرآن الكريم، على وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال عليه يعني على الماء، كان يقول على الماء أمة، فهذه معناها وردت لكنها في الحقيقة لم ترد في القرآن الكريم، حيث اللفظ أنه الأولى مكسورة والثانية مضمومة، هذه الحالة لم ترد في القرآن الكريم.
لما تكلم الشاطبي هنا قال وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما. طبعا التسهيل كما هو المعروف عند العلماء له أحد يأخذ أحد معنيين، إما أن يكون التسهيل بين بين، وإما أن يكون التسهيل معنى مطلق التغيير، والثاني هو المراد من قول الشاطبي وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، أي التغيير هنا مطلق التغيير وليس المقصود به التسهيل بين بين بالتسهيل أو بغيره أو بالتسهيل أو بالإبدال كما هو الحال بالأحوال التي سنراها إن شاء الله. إذا تسهيل الأخرى في اختلافهما سما، أهل سما الذين هم نافع بن كثير وأبو عمرو البصري يغيرون الهمزة الثانية من الهمزة المختلفتين من كلمتين، هذا معنى شطر البيت. نعم. يعني وتغييرهم هنا كما سيرى نرى الآن إما أن يكون بالتسهيل وإما أن يكون بالإبدال. بالإبدال حسب الحالة. حسب الحالة. نعم. ثم أعطانا الحالات عن طريق المثال. قال تفيء إلى مع جاء أمة ننزل، هذا الحالة الأولى، والثانية كما قلت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة. أو مكسورة. تفيء إلى، الهمزة الأولى مفتوحة الثانية مكسورة. نعم. جاء أمة، الأولى مفتوحة الثانية مكسورة. مكسورة. فهنا قال هذا نشاء أصبنا، الأولى مضمومة، الأولى مضمومة الثانية مفتوحة، والسماء أوئتنا، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، مفتوحة. بدأ بعد ذلك يبين الأحوال. قال فنوعان قل كليا وكل واو سهلة، النوع الأول والثاني يعني ما كان الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة تسهل الهمزة المضمومة أو المكسورة للهمزة الثانية تسهل بين 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 الهمزة وكما يقولون وحركتها أو بين الهمزة والواو كما هو عند العلماء في هذه المسألة. فنوعان قل كليا وكل واو سهلة هي الأولى تفيئة إلى جاء هم كما سنرى إن شاء الله تعالى في التطبيق. هذا النوعان إذن تسهيل الثانية. النوعان الآخران نوعان. طيب ما رأيكم أن نستمع إلى التطبيق للنوعين؟ ما في حرج إن شاء الله. الأولين. إذن النوع الأول والثاني هو تسهيل الهمزة الثانية منهما، نستمع حتى يكون. يعني هذه هي الحالة الأولى تكون فيها الهمزة الأولى مفتوحة. مفتوحة. والثانية، والثانية مضمومة أو مكسورة، كل من المضمومة أو المكسورة تسهل بين بين. طيب نستمع إلى هذا التسهيل عن طريق هذا التطبيق. تفيئ إلى أمر الله حتى تفيئ إلى أمر الله كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه. تمام. هذه الحالتين الأولى والثانية. طبعا هو أعطى التطبيق مرتين لأن ورش خالف بقية القراء في مسألة. نعم هو قرأ في الحالة الأولى الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. نعم نعم. والأولى مفتوحة والثانية الثانية مضمومة، لكن أعادها مرتين لأن ورش خالف فيها بالنسبة لقضية نعم المد. نعم. الحالتان الثالثة والرابعة، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مثل نشاء نشاء أصبنا، أو الأولى مكسورة والثانية مفتوحة من السماء أو كل منهما تبدل الهمزة الثانية منهما حرف مد حرفا مجانسا لحركتها. يعني نشاء وصبنا أبدلنا الهمزة همزة الأولى من جنس حركة، من جنس حركة الهمزة المضمومة الأولى. نعم. ومن السماء يو أبدلناها ياء لأن الأولى مكسورة، ياء خالصة، ياء خالصة لها هي ياء بحسب ياء مفتوحة أنها ما قبلها كسرة طبعا ومفتوحة لأن الحركة الأصلية لأن حركتها فتح فتحة. نعم. يعني هي أبدلت ياء وأصلها مفتوحة فبقيت على أصلها مفتوحة، وأبدلت واو لأن قبلها مضمومة وهي الهمزة التي أبدلت مفتوحة فبقيت حركتها الفتح. نعم. نعم. فلذلك كما سنرى في التطبيق نشاء وصبنا و ومن السماء يو من السماء يوئتنا. نعم. نعم. هذه أيضا أبدلت ياء مفتوحة. هذان النوعان هذه الحالة الثانية الثالث والرابع. نعم. طيب نلاحظ في الحالة الأولى كانت الأولى هي المفتوحة والثانية إما مكسورة أو مضمومة. تمام.
وهناك سهلنا تسهيل. الهمزة الثانية. وفي هذه الحالة الثانية هي المفتوحة. أيوة. والأولى مكسورة، الأولى مكسورة أو مضمومة، أبدلت الهمزة المفتوحة حرف مد حرفا ياء أو واوا، لا نقول مديا طبعا، نعم، بحسب ياء أو واوا مفتوحة بحسب حركة ما قبلها. إن كانت الأولى مضمومة أبدلنا الثانية واوا، وإن كانت الأولى مكسورة أبدلنا الثانية ياء. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق في هذا في هذه الحالة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. هذه الحالة الثانية عندما تكون الثانية هي المفتوحة، هي المفتوحة، نبدلها واوا أو ياء بحسب حركة ما قبلها. نعم. نعم. بقي عندنا النوع الخامس أو الحالة الخامسة من الحالات، وهي أن الأولى مضمومة والثانية مكسورة. وهذا الذي عبر عنه بقوله يشاء إلى كالياء أقيس معدلة. كالياء يعني تسهيل، تسهيل الثانية تسهيل بين. نعم. كالياء أقيس معدلة. وعن أكثر القراء تبدل واوها، تبدل واوا. نعم. إذن هنا إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة فيها حالتان. نعم. إما التسهيل وإما إبدالها واوا. هنا أنبه إخواني القراء والحفظة، ما نقول تبدل واوها كما هي في بعض النسخ مشكولة بضم الواو، الحقيقة لا، هنا تبدل واوها، لأن هنا تبدل الهمزة واوا، فالواو هنا جاءت مفعول ثاني، مفعول به ثاني وليست نائب فاعل، ليست نائب فاعل. نعم. تبدل الهمزة واوا. ولذلك وعن أكثر القراء، وهذا هو الوجه الثاني. إذن هنا في هذه الحالة إذا كانتا مختلفتين الأولى مضمومة والثانية مكسورة، فإننا نبدل نسهل الثانية أو نبدلها واوا. إما نقول يشاء هلا أو يشاء ولا، يشاء ولا وي أبدلناها واوا خالصة، أو نسهلها بين. نعم. نعم. هل أحد الوجهين مقدم على الآخر؟ والله هو من خلال قول الشاطبي الحقيقة وعن أكثر القراء كأنه يقدم الإبدال، كأنه يقدم الإبدال، وعن أكثر القراء تبدل واوها، على أن مسألة الإبدال هي المقدم أداء، لكن التسهيل هو المشهور. ولذلك قال كالياء أقيس معدلة. لماذا قال أقيس؟ على حسب القياس. حسب القياس يشاء هلا التسهيل يجعل الياء يجعل الهمزة قريبة من أصلها، لأن لما أبدلناها واوا نقلناها إلى الهمزة الأولى، كونها مسهلة أقرب إلى الهمزة من كونها مبدلة تماما، لأن لما أبدلناها من جنس ما قبلها، بينما لما كان التسهيل سهلنا نفس الهمزة بينها وبين حركتها. نعم. فلذلك قال من حيث القياس هي أقرب أن تكون مسهلة. نعم. وعن أكثر القراء تبدل، فهما وجهان حقيقة، والمقروء بهما ويعني يقرأ بكلا الوجهين، إما التسهيل وإما الإبدال واوا مكسورة من جنس حركة ما قبلها، يشاء ولا، يشاء ولا. ثم الحقيقة في آخر البيت وكل بهمز الكل يبدأ مفصلة. نعم. هنا الشطرة هذه أعطانا قضية مهمة جدا إخواني، أنه كل القراء إذا بدأ بالهمزة الثانية دون أن يجمع لها الهمزة الأولى فيبدأ بها محققة، لأن التسهيل أو الإبدال إنما كان لاجتماع الهمزتين. وإذا ابتدأنا بالكلمة إذا ابتدأنا بالهمزة الثانية دون أن نكون، ولذلك وقالوا الحكمة من الإبدال أو التسهيل في الهمزة الثانية التخفيف، التخفيف، والتخفيف لا يكون، والثقل لا يأتي إلا من خلال اجتماع الهمزتين. فلما بدأنا بالهمزة الثانية زال الثقل فلم تبدل أو تسهل. إذا القاعدة أن لو أن بدأت يعني نشاء إلى مثلا، لو قلت إلى من هنا
فعند الجميع محققة الهمزة محققة، وهنا يبدأ مفصل يبدأ يعني عن وكل بهمز الكل يبدأ، بهمز الكل يبدأ يعني يبدأ بالهمزة الثانية بهمزها محققة الثانية، إن بدأ بها بدأ بها همزة محققة لا تسهيل فيها ولا إبدال إلا إذا اجتمعت بالأولى التي قبلها. نعم. طيب نستمع إلى المقطع الذي هو فيه الحالة الثالثة عندما تكون الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة، وعندئذ يجوز فيه الثانية الوجهان إما التسهيل بين بين أو الإبدال المحض. نعم نستمع إلى هذا المقطع من الشيخ نزار مريش. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هنا أتى بالوجهين لجميع أهل السماء جميع القراء، وطبعا هي قضية الخلاف بين من يفتح الياء وبين من يسكنها أو بين قضية المدود حسب ما سمعنا في التطبيق. طيب الآن لدينا في الهمزتين المختلفتين، التكرار يعلم ويزيد المعلومة ثباتا، لدينا ثلاثة حالات أن تكون الأولى ثلاث حالات أن تكون الأولى هي المفتوحة الثانية إما مضمومة أو مكسورة أو مكسورة، وعندئذ نسهل الثانية بين بين. أما إن كانت الحالة الثانية أن تكون الثانية هي المفتوحة، وعندئذ نبدلها إبدالا محضا بحرف من جنس حركة الهمزة التي قبلها، والحالة الثالثة أن تكون الأولى هي مضمومة والثانية مكسورة، وعندئذ يجوز في الثانية إما التسهيل بين بين أو الإبدال المحض. نقرأ البيت. وإذا وإذا بدأنا بالهمزة الثانية بدأنا بها محققة قولا واحدا لجميع القراء. طيب نقرأ البيت الأخير في هذه الحلقة. يقول الناظم رحمه الله: والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. نعم. يعني هذا البيت الحقيقة هو عبارة عن تلخيص من الشاطبي رحمه الله لبيان وتعريف المقصود بالإبدال، يعني كأنه يقول أن دائما أكرر لكم إبدال أبدل وسهل أبدل وسهل. نعم. فكأنه يعني أنشأ سؤالا محتمل، وما هو الإبدال وما هو التسهيل، ما المقصود بقولك يا شيخ إبدال وما المقصود بقولك تسهيل. نعم. فأعطانا تعريف الإبدال في الشطر الأول والتسهيل في الشطر الثاني. والإبدال محض. لما قال الإبدال محض يعني أننا نبدل الهمزة حرف مد محض، والمحض هو الخالص، أي أنه حرف مد خالص من جنس حركة الحرف الذي أبدل منه. نعم. فلما أقول إبدال الهمزة واوا أو ياء أو ألفا، هذه قضايا طبعا في مسألة. والتسهيل بينما بين الحرف وحركته ومنه أشكلة، بين الحرف وبين شكلة الحرف، بينما منه أشكلة يعني الشكلة، لأن الشكلة الفتحة والضمة والكسرة. نعم. والحقيقة بالنسبة لموضوع التسهيل، رأيت في الكتب القراءات أن العلماء منهم من يرى أن التسهيل، هم دائما يقولون التسهيل بين بين. نعم. وهي قضية مختصرة، جملة مختصرة بين، طيب ماذا، بين وماذا، ماذا وماذا. نعم. منهم من قال بين الحرف وحركته، وهذا هو الذي نص عليه الشاطبي هنا. نعم. بين الحرف وبينما منه أشكلة. ومن قال بين الهمزة والهاء فهي ليست همزة،
وليست هاء، فلا أقول مثلا يعني يشاء هلا نشاء هلا مثلا، لا هلا هذه خالصة، ولا نقول نشاء إلى، لا أعطيها همزة محققة ولا أعطيها هاء خالصة، وإنما هي بين الهمزة والهاء، وهذا رأي عند بعض أهل العلم. ولكن هنا لابد من التنبيه أنه لا يجوز أن أبدل الهمزة هاء خالصة محضة، لأنه هي قضية ليست. ودائما أقول لما خاصة من نعلم طلابنا التسهيل نقول لهم هي التسهيل المقصود بها الهمزة العامية، يعني الناس لما يقرؤون الهمزات دون أن يحققوا الهمزات هم يعطون تسهيلا دون أن يعرفوا. نعم. يعني بعض الناس لما يقرأ سواء سواء عليهم أنذرت، هذه همزات مسهلة بغض النظر صحيح أم خطأ، دون أن يشعر هو سهل. إذن التسهيل يا إخواني للهمزة هي أن أنطق الهمزة غير محققة المخرج. نعم. بينها وبين بينها وبين حركتها، هذا هو المعمول به، وهو ذا هو طبعا الذي أشار إليه الشاطبي رحمه الله في هذا البيت. طيب نعطينا أسئلة هذه الحلقة. الأسئلة طبعا السؤال الأول هو سؤال أساسي، ما الحالات الخمس للهمزتين المختلفتين من كلمتين وما حكم كل منهما؟ عيد السؤال مرة ثانية، ما الحالات الخمس، لخص الحالات الخمس للهمزتين المختلفتين من كلمتين وما الحكم في كل منهما. السؤال طبعا الثاني، عرف الإبدال وعرف التسهيل كما ورد في قول الشاطبي رحمه الله مستدلا على ما تقول من بيت الشاطبية. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة في شرح الشاطبية لنبدأ باب الهمز المفرد بإذن الله. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الخلق سهلة منزهة عن منطق المجري مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي قاتل يعفو ويضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيان وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانا.